تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في الحلقة الختامية لريحة البلاد، البرنامج اللي رافقكم طيلة شهر رمضان الكريم وكان نافذة تطل على جاليتنا المقيمة في فرنسا وجسر تواصل بينها وبين الوطن الأم الجزائر. هذه العائلات اللي ورغم بعدها عن الوطن لأنها ما زالت متمسكة بعاداتها وبتقاليدها، فتحونا أبوابهم وشاركناهم الفرح والدموع وتقاسمنا معاهم الذكريات. نتابع أجمل لقطات ريحة البلاد من عند عائلات جزائرية في هذه اللقطات. معك أمال من مدينة بوسعادة مقيمة هنا في ليل. شوفي صراحة أنا يا رمضان نفوته كما كان الجالية الجزائرية، بصح ناقصته البنة تاع البلاد والأهل. كما هذه شربة تاع أفريك اللي جبتها قلت لك من البلاد، نكرفش لها البصلة ونكرفش لها الثوم وحبة تاع طماطم وأكيد طماطم المصبرة ثاني ونديروها باللحم. كما الفطور هكذا الله يبارك، تعرفي رمضان يجي بخيره ما شاء الله، يعني من مجاميعه من اللحم من مصروفه من كل شيء، دائما كيكون عندي زعما زايد ونطيب انا الفطور بزياده. راجلي يدير صحابه، نعرف واحد بلي ما عندوش غير وحده شربه بلا كزبر ماشي شربه. السهرة لازم نديرو لاتاي، نديرو معاه المكسرات الزلابية باش نشمو ريحة البلاد القلب اللوز. واليوم درت لك المحنشة ان شاء الله يا ربي تعجبك، مرحبا بيك عندي والله غير فرحت. نفرح كي تكون بنت بلادي معايا هكذا في الغربة تفطر عندي. كيفاش نقول لك، داري دار اللمة، دار العائلة، نحب تكون داري هكذا فيها الناس منمومين. نفرح قلبي يعني كيما نقول لك واسع للناس الكل، ما صابني كم جا فطروا عندي اليوم. ان شاء الله يا ربي ثاني ما تكونش اخر مره هاكي، لازم نطوقي تاعي. يعطيك الصحه صحتي. Cinq enfants, je suis née en France et j'ai invité mes amis parce que en France les amis c'est comme la famille. Alors درت le kefta, j'ai fait viande hachée, les oignons et du fromage. D'habitude, tu sais, d'habitude je mets moi d'habitude je mets de la menthe au khoft. Khoft parce que kayen nnes li ma yhbouch nna3a fi bla fali. J'en fais même asiatique. J'adore nouak le borek. J'adore nouak le sherba. Vas-y. On a ndir la stage Elodie. Ouais, je suis en stage. On va voir si j'écoute bien. T'en as déjà mangé Elodie ou pas? Moi j'adore, je les cuisine aussi. Là, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui explique à Elodie. En fait, dans la tradition et dans la culture maghrébine et la religion musulmane, en fait, quand on coupe le jeûne, on met ce qu'on appelle adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Maintenant que ma mère elle fait des prières avec pain, ouais. Moi je peux pas manger de pain avec. Oui, la levure, c'est ça. Tu sais, ils mélangent un petit peu avec de l'eau pour que le petit jus vienne. Sers-toi de la salade, sers-toi bien et puis digestion. Exactement. C'est pour entamer le partage. Le round sucré maintenant. Ah, d'accord, ok. نهار كثير شكرا، يعني ريحتينا، الاكل كثير كويس، شكرا على خليتيني اعيش الجزائر. اسمي دليله شهرزاد، من عائله والي من ولايه تيارت، عايشه مع بنتي اسمهان اللي راهي دوكا معايا مده 4 سنين. بون احنا في تيارت نديرو المطلوح، وماشي غير في تيارت، كاع في الجزائر. تقولين انت يا بنتي الوغ نتبادلوا الادوار، تولي هي الام وانا البنت، شو ندير لها خاطرها؟ كي عارفه هاد الفئه شويه سنسيب. العامل الوحيد اسمه حياه في الطابله. تحبيه طايب بزاف ولا لا؟ وي اسمع، راح تشوفك ماما اكثر من مره، تشوفك في النهار في التلفزيون. واش تقولي لها؟ صحه عيدكم. الحاجه المهمه اللي افتقدتها هي الاكل.
ربي يرحمه. الله يرحمه. وحنا كي نكمل الفطور ايتو صلاه نغسل معني نحب ندير قاعده هكا مالغري وحدي مي مع بنتي نحب ندير قاعده هكا رمضانيه نسهروا انا وياها نشوفوا لا تيليفزيون دي فوا نحكي لها نعيطوا للعائله نعيط لهم في التليفون. هذه الحبيبه صديقه عزيزه عليا وبنتها جزائريه سعاده وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله اكبر. صحه فطوركم مرحبا بكم صحه لهنا ان شاء الله ربي يقنعكم رمضان مبارك لكم كاع ان شاء الله جميعا. شوفي احنا هنا يعني عائله وحده رانا طولنا نروحوا لبعضنا واليوم رانا عند شافي العائلات كامله هنايا في ليل يعرفونا نروحوا عندهم كيما انا عايش وحدي هنايا من طبعا الفطور تاع رمضان ما يحلاش بلا السهره تاعو لازمنا سهرات رمضان دائما فيها حاجه حلوه على شهر كيما نقولوا فيها الحلويات الجزائريه في اللوز طايف لي سيغا نختاروا شي يكون تاع الزلابيه نختاروا شي يكون مثل لكن دائما عندنا حاجه حلوه نختموا بها السهره تاعنا مع اتاي نجيبو كي يكونوا الحباب باش نديروا بصره ديك كي يكونوا اونتر فام نديروا بقالات نديروا لحبة تيجي دي خيري العكري شباب اي بالك من العكري لازم شي العكري شباب ولا طومات تاعك خيري حمرا بزاف فوق طيبه نورتونا عمر المديد ان شاء الله ان شاء الله للصيام في رمضان ان شاء الله مع فطور كاع الجزائري توصل فطور كاع الجزائريين اللي هنا واللي هيك واللي في العالم كله سي فريمون لفات ما كاين توحشوا ما كاين اللي رانا اف ونسلم على كاع بلادنا نسلم على بلاد بلادنا نسلم على لا فامي تاعنا احبابنا لي زامي الاحباب الصحاب وجيراننا ناس الغربة مساكن اللي راهم وحدهم تفكروهم و ان شاء الله كان جوز رمضان ان شاء الله بالبركه ان شاء الله يكون رمضان هذا ان شاء الله وعلى لاسوسياسيون تاعنا اغاميس اللي تبعوها واللي يحبوها نحبب في الأولاد الصيام العيد كامل المناسبات نحكي لهم كي كنت صغيرة كيفاش كنت نجوزها كيفاش نشوقهم يعني لهذيك المناسبة ويقعدوا غير يستناو فيها وقتاش وسورتو كي يشوفوني جبت ديكور جديد للدار Thank you.
صافي حنا عندنا مده 8 سنوات هي كاع العائلات كل عائله دير عندها يوم. الله يجعلها صدقة مقبولة والله يقدرك. أيوة وتعبتي معهم هادو مصباح. أيوة والحمد لله. أيوة ويعطيك الصحة ونعودها عمل جاي إن شاء الله وصحة فطوركم قاع. أيوة واليوم أمين بسم الله نهار تاعو الأول جاء مسكين جاء بصح صبر اليوم الأول ما جيناش نبكوك حنا اليوم ما جيناش نبكوك توحشي الامبيونس الجماعة تبي مع من تهدري مع من من هذيك الريحة الريحة تخرجي للمارشي تشمي ذيك الريحة تخرجي عند الجوارين طبسي روحي طبسي يجي غير العائلات التقليدية التقينا أيضا بمتطوعين ومتبرعين وأصحاب جمعيات ما بخلوش لا بوقتهم ولا بمجهودهم ولا بأموالهم في سبيل توزيع وتحضير وجبات إفطار طوال شهر رمضان الكريم. أجمل لقطات هذه الفئة نتابعها معا. cuisiner maintenant dans nos locaux avec l'aouna, la solidarité de tout le monde. C'est-à-dire, chaque il y a des commerçants qui naissent, ils chauffent sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, TikTok. Merci beaucoup. On a fait le filet. Voilà, donc on a un menu tous les jours. Donc on l'a... On s'est concerté avec plusieurs bénévoles, avec le président de l'association Saïdi, donc on a fait un menu pour toute la semaine. Mais là, ماشي كيما في البلاد. Alors, عجبتني l'association هذه. جيت يعني حسيت ما حسيتش بالغربة. Voilà, هذه هي. Les Algériens beaucoup de solidarité. عارفين que c'est très important. Surtout cette période du Ramadan, on a besoin. توحشت الاجواء تاع رمضان توحشت كلشي مليح توحشت الموفمون توحشت العائله توحشت كلشي في الدار يعني دخل كل ساك يا كان وحده ان بواسون كان روزا فيك دجاج كان شرب افريك كان بوراك كان الخبز صحة رمضانكم يا الجزائريين إن شاء الله رمضان كريم على كل الجزائريين على كل المسلمين في dans le monde. Donc j'ai commencé déjà le restaurant donc dans le charba, Hadiba, dans le charba, les dates, voilà, dans tout ça. الزيتون ولا البركات يعني يكون ان شاء الله ناكل قدام يكون الخير ان شاء الله يكون الخير كاين لي بركات كاين لي بري كاين الرشطه كاين كلش طاجين الزيتون كاين كلش ويكون الخير ان شاء الله من قدام يكون الخير ان شاء الله ربي يوفقنا لما يحب ويرضى ان شاء الله بركه الخير ربي يحفظك
الاستاذ الاحسان نبداو نتبعو كل يوميا عندنا 1100 يوميا ما شاء الله يديروا الاكل تاعهم. يوميا نقطعوا 3 خرفات وفي هذه اليومين زدنا رانا رايحين 4 خرفة. اذا الطبق اللي راكم تشوفوا فيه تم تحضيره منذ 7 صباحا وبعض لي زانغريديون تم تحضيرهم البارح. النظام لازم الانسان يكون منظم، ينظم الوقت تاعو ويكون عنده تخطيط. يعني انا ما نقدرش يعني نسمح في الاكلات ولا في الجو. الطبق تاعنا احنا الطبق المطبخ تاعنا يعني غني بالاطباق والتنوع متنوع وكل وحده واللمسه تاعها. على بمناسبه هذا الشهر الكريم والشهر العظيم جو بروفيت باش نسلم على الأم تاعي. ربي يخليها لك إن شاء الله. فاطمه يما خلاص صوفيا يا خاك رايح تشوفها هنا في الغربة. رمضان تاع خير نتاع بارتاج. Alors, أنا كريمة أم لثلاثة أولاد. Alors, زدت هنا في فرنسا jusqu'à l'âge 6 ans. دخلنا ببلد زاير. Donc, عشت في ألجي. هذه السهره احنا دائما نديروها في رمضان سي سورتو في الويكاند كي يكونوا الدراري قاعدين في الدار. دونك هذه هي ندير لاتاي بالنعناع جينيرالمون نقلب اللوز بقلاوه نديروا القطايف المقروط زلابيه من اليوم ما جبناهاش اليوم. دونك هذه هي هذاك رمضان اللي يماك طيب جدك تعجن. عشت هذاك رمضان اللي جدك يدخل العفد قرع حمود سلابية الكوكب في الصحراء. تلحقيت دي فوا ما عندكش واش تاكلي كنتي غلا فيغيتي جتو لزي سي فري جلي فيك
je te jure. Quand on rentre les grands magasins ici en France, tu مشي لها تحت على MDD, tu sais les marques là pas chères. قلت لها روح كاع العام غير وحده تقدر تجري غير ربي تاكلي سندويتش رابيدمون ولا تشربي الحليب في بلاصه العشاء ستي عندك على اللي عاشوا هنا ايتيديو على بالهم واش غادي نهضر الا دي فوا تعشي دي فوا تعشي دي فوا تشربي الحليب في بلاصه العشاء دي فوا صح صح سي توجور سبيسيال هذيك لا ما عندك ما تقولي القعده الماء واحد اللي عايش هنا وحده في فرنسا في رمضان ما يستبنش فريمون سياميتو تما لي بريفيرو كي يجي وقت الفطور يكونوا فامي ديال مونتوري الانديبوندونس في كاع الاشياء استقلال تدي في كلش كاين دي شوز ما يتعاودوش دونك شاك مينوت كو تو باس في دار باباك الي اونيك سي دي مومون سبيسيفيك ويقعدوا اونيك وما يتعاودوش تروحي وين تروحي الحنان تاع باباك والحنان تاع يماك ما تلقيهمش السمانه الاخرى تاع رمضان هدا نتلاقاو مع احباباتي كسوسوا في داري ولا في دارها ونتلايمو نديرو كل وحده ودي لا سبيسياليتي تاعها نحبوا هذيك اللمه نحبوا هذيك لامبيونس كيما نقولوا تاع تفكرك بالبلاد تفكرني بالبلاد بيان سور يعني تاع البلاد وحدها هو تاج العروسة مقروط اللوز احنا نديروه لوزانج بصح بدلتو شوفي المرأة الجزائرية فنانة نتكلمش على نفسي انا راني نعاود الافكار عندي لمسة عندي لمسة مجملة لمستك واضحة جدا عندي لمسة بسيطة لكن هو ابتكار مطبخنا الجزائري متنوع الجزائري والله ما شاء الله هذه الغريبيه الغريبيه مشقه شوفي كي تعرف كي تشوفيها مشقه عرفيها بلي ناجحه شتي هدى وجدنا الحلويات كيف كيف في الكوزينه كملنا التحضيرات وراكي تشوفي ما شاء الله عملنا طابله تقليديه محضه جزائريه بامتياز جزائريه بامتياز معجون التوينه ما عرفت الا شتي ولا لا لا تشوينا تاع متيجه نحب نحب نتمسك بالعادات والتقاليد انا ولادي كي كانوا صغار كنت نحني لهم دوك كبروا ولاو ما يحبوش ما عنديش البنات انا الله غالب مي كي كانوا صغار كانوا يقبلوا الحنة لكن الان دوك خلاص راكي تعرفي ان شاء الله تحني لولادهم ان شاء الله ان شاء الله الحل ولادهم بناتهم العرايسي تاني العرايسك تاني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي صحه هدى اختي جيتي وفرحتيني زينتي القعده تاعي ونورتيني في بيتي شكرا لقناه النهار اللي خمت علينا احنا المغتربين وحبت توصل بالك رساله انه هاد المغتربين مازالهم شادين في العادات والتقاليد إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة نتمنى أن كنا ضياف خفاف عليكم نشكر كل العائلات الجزائرية اللي تقاسمت معنا إفطارها وفتحت لنا بيوتها شكرا لكل أبناء الجالية أما أنا نقول لكم صح عيدكم كل عام وانتم بألف خير ربي يرحم اللي غابوا علينا وعيدكم مبارك